والدك بقى اللي هو طارق النهري فنان كبير طبعا طبعا وخبره طبعا كبيره طبعا طبعا اطيب منك طبعا. هو يعني يعني ممكن كان ممكن يبقى طيب عنكم وكان ممكن يحل المساله، لكن انتوا شر بقى يعني مش بتسكتوا عن هو الشر. على فكره هو حماده فتح الله مش طيب، هو حماده فتح الله خايف، لكن هو بدليل مش طيب، بس هو لا لا الخوف لا لا اللي بيخليه طيب. هو الطيبه. طب استنى كده اما اشوف معايا الفنان الكبير طارق النهري. طيب مساء طيب. الفل. الو. مساء الفل عليك. مساء النور يا استاذه، ازي اولا حضرتك؟ انت منور شاشه رمضان بثلاث اعمال، مش سهل انت برضو. يا حبيبتي يا والله ده ربنا يخليكي، ده يعني عارفه حاله شوق شديد جدا للفن، وحاله شوق تمثيل، و طبعا وحاله ان انا اشتغل مع محمد سامي ومحمد رمضان في عودتي دي، ده في حد ذاته قمه النجاح. تمام. العيب الوحيد في هذا في هذه الحكايه ثلاث عيال خلفتهم، ثلاث عيال صعبين. بص بقول له عليك انت عندك نزعه طيبه وكويس، يعني ممكن المساله تتحل. بيقول عليك لا انت مش طيب، انت خايف وجبان، صح كده؟ انا خايف مش جبان، قال خايف. مش جبان قلت بقى ليه؟ انا عايزاك تعلمه. شفتي حضرتك تربيه عشان تعرفي مش متربي، يعني يقول لك مش عشان تعرفي ان دي عيال ما ينفعش تربيه، الام ما عرفتش تربي. ودي رساله مهمه جدا من خلال هذا العمل، ان الام اذا ربت وزرعت خير في اولادها هتحصد خير فيهم. صحيح. في المستقبل. لانه كمان استاذ طارق كان عندك مشاهد كتير يمكن في حلقات يمكن في النص الاولاني من رمضان وانت بتحاول تقوم في كامر، تقول له بطل انتقام، انت هتضيع زي اخوك، انت هتعمل، لكن هو برضو ما بيبطلش. طبعا دي لانه ما بيسمعوش الكلام. الطيش الشباب وفتوانه ولاد اهل البلد والجدعانه بياخد فاتحين صدرهم على الفاضي. صح. في الوقت اللي انا شايف فيه ان ما ينفعش تعادي واحد زي جعفر العمده، هي قوه، هو طبعا كدراما هي قوه لا يستهان بها. صحيح. فانت بتجابه قوه ما ينفعش ما تفتحش صدرك قوي وانت عارف انك هتتضرب في الاخر. طب قول لي بقى عن عيلتك، انت عندك عيله جوه المسلسل، عندك ولدين وبنت وولد توفى وعندك زوجه، يعني انت كبير عيله كبيره جوه المسلسل يعني. كواليسكم كانت عامله ازاي؟ وعيله كلها شر وانتقام وبيتبرى مننا يعني في كل، كنتوا بتعدوا ازاي جوه الكواليس يعني؟ بيتبرى مننا في كل. هقول لحضرتك حاجه، انا طبعا متبري منهم اساسا. بصي على طول ومطلع امه عشان بس نخلص من الموضوع. انما الكواليس داخل العمل كان في حاجه غريبه جدا. كانت عيله جعفر العمده كلها تقعد قدام مكتب جعفر وهم بيراجعوا المشاهد، واحنا كعائله فتح الله قاعدين قدام محل الذهب فعلا. انا لسه كنت بقول لاستاذه مديحه على التليفون اكيد كنتوا منفصلين في كواليس عشان ده يدي برضو قوه. طبعا طبعا بيخليكي في حاله تحفز على طول. طبعا طبعا بنرمي الورق وانتهى، بنبقى اصحاب وحبايب وبنقعد نضحك. ايوه بس دي حلوه، انه دول الاشرار اللي هم عايزين ينتقموا ودول العيله الثانيه، فده يدي حافز كبير يعني. طبعا اكيد من طبعا انا الحمد لله رب العالمين ان المسلسل ده عمل حالتين انا شفت فيهم نجاح في الشارع. حكايه البحث عن الاطفال الضايعين الدي ان دي اللي بداوا يعملوه، الشباب بدا يهتم بهذا الموضوع عشان يعملوه ويدوروا على اهالي الاولاد المفقودين. ده موضوع انا التفت له فجاه على الفيسبوك، لقيت طبعًا الموضوع طبعًا جميل جدا حقيقي. ده هايل. بلس إعادة لم شمل الأسرة المصرية اللي حصل ده شيء جميل قوي. أكيد. وأهم حاجة بص يعني سواء العيلة اللي كلها انتقام، الانتقام ما بيجيبش غير انتقام، والشر بيجيب شر، فكل ما الناس تحاول تقلل الانتقام ده هيكون أحسن. أوعدنا كده بلقاء نتكلم فيه على الباقي الأعمال إن شاء الله. أنا عارفة إن أنت أجهدت جدا. أنا في اشتياق للقاء حضرتك. أكيد. لأنك أستاذة. الله يخليك. وفي اشتياق للقناة الأولى وجمال القناة الأولى. يا أهلا وسهلا. البيت مفتوح، تعالى بس تعالى طارق النهري وسيب فتح الله على الباب. هسيب فتح الله خالص وجاي لكم طارق النهري يا فندم. يعني لازم نعمل احلى حلقه في الدنيا. سلامي لكل الفنانين اللي كانوا معانا وسلامي لشعب مصر الجميل، وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين من خلال القناه الاولى. وكل سنه وحضرتك طيبه يا رب. وحضرتك طيب وبالف خير.